أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. اليوم في معنا مجاهر جديد، الأخ ياسر من العراق. دعونا نرحب به. أهلا وسهلا بك أخي ياسر. شكرا أستاذ جون، تحياتي لك والمتابعين في برنامج الجهر بالإلحاد من استطاع إليه سبيلا. أهلا نعم وسهلا فيك أخي. أخي ياسر، لو تعرفنا مين ياسر؟ أنا ياسر من العراق، 20 سنة، ملحد منذ 3 سنوات، طالب، يعني عشت بمجتمع إسلامي مسلم سني. المجتمع متحفظ على نشأت بمتحفظ على التعاليم الإسلامية والقيم. نعم. هذا شو رأيك تحدثنا عن نشأتك الدينية، يعني من الطفولة وحتى وصلت لمرحلة الشك، مثلا يعني النشأة الدينية، يعني الوجود الاجتماعي. أستاذ جون، أنا نشأت بمجتمع مثل ما قلت لك متحفظ. النشأة الدينية كانت مثل أي مسلم، يعني مثل أي مسلم نشأ، يعني تحفظ القرآن والصلاة، تروح صلاة الجمعة نصلي مثل أي مسلم، نشأة عادية. أهلك كانوا متشددين ولا كانوا كيوت لا مثلك؟ لا لا، أهلي معتدلين مثل ما يقول. معتدلين. سنة ولا شيعة؟ لا للأسف بطلع سنة. عليك أسئلة يعني. لا لا سنة، أهلي من أمي ووالدتي وأبي، بس يعني مو متشددين إلا. طيب، يعني إحنا أنت وصلتش إلى مرحلة إنه مرحلة التدين العميق ولا لا؟ نعم وصلت هالمرحلة صراحة، يعني وجدت بأن المسلم المعتدل يعني يقرون مثل القرآن والكتب، يعني يقرونها مثل ما نقول يأكلون ولا يهضمون. يعني نقرأ القرآن مثل ما نردد مثل البغبغاء، يعني ما نفتهم المعنى هاي الصراحة. يعني ونعرف أن القرآن هو يعني كتاب متواتر، كتاب آحاد وليس متواتر القرآن. يعني كل قصة تلقاها بآية مختلفة، يعني لا دائما صراحة ما نفهم أي شيء من القرآن، بس مجرد يعني كلام قدسي. صحيح. يعني كيف وصلت لمرحلة التدين؟ يعني شو المراحل مثلا وصلت فيها لمرحلة التدين، انك صرت صراحة مؤمن وتقدس الإسلام، تقدس التعاليم، هي كيف وصلت لها المرحلة؟ أكون وياك صريح أستاذ جان، طبعا يعني حتى تبنيت الفكر السلفي، يعني حتى قرأت يعني الأحاديث في الأصحاح، صحيح البخاري والمسلم والطبري، يعني وجدت يعني بداعش، يعني مثل ما نقول داعش، يعني الإسلام يطبقون القرآن يعني قولا وفعلا. هسه المسلم المعتدل مثل ما يقول المسلم الكيوت، يعني إذا نحصر القرآن يعني لا يتجاوز 10 صفحات، ممكن أقول لك إياها، يعني آيات الجلد لا تتناسب مع العصر الإنساني والعصر المتحضر والمدنية، مثلا قتل المرتد، يعني أشياء كانت لمجتمعات بربرية ممكن تكون صالحة، أما مجتمع القرن 21 يعني لا تصلح، هذه همجية وبربرية مثل ما نقول. نعم. طيب أخي، كيف وصلت لمرحلة الشك بالدين؟ شو طبعا الدواعي، شو نعم الدوافع؟ نعم نعم في البداية حبيت أعتذر لأن ما أعرف، يعني كنت مباشر وياك، لا صارت يهمك، أخطاء بكل منطقي. أحد يعني. صراحة أنا ما شكيت بالدين في البداية أستاذ جان، طبعا يعني كنت أدري، يعني أقرأ عن الفلاسفة، شكيت بالإله، بالآلهة خاصة الإله الإبراهيمي. طبعا اكتشفت هنالك مغالطات منطقية. هي في البداية يعني كنت أريد أدعو أحدهم للإسلام، أحد الملحدين، يعني كنت يعني أتكلم
معهم في تويتر، وهو الاستاذ بسام البغدادي. اريد اقول واو استاذ، يعني انا اريد اكحلها، حملتها. جد جد احكي لنا على هالتجربة، هيك فصل لنا اياها اذا سمحت. يعني صراحة وجدت يعني استاذ بسام، يعني مثل ما نقول، يعني لا يتهجم، يعني يعطيك أدلة منطقية، يعني يفر عقلك 360 درجة. استاذ بسام مترجم كتابهم، لا قرأ، يعني شفت فيديوهات عنه ومقالات، يعني صارت بي مرحلة من الشك. بعد ما يعني انا كنت اريد ادعو للدين الاسلام، لا اعتقد انه دين حق، صار العكس. يعني السبب اريد، يعني انا اريد ادعو، يعني صار العكس. انا يعني طبق المثل مسكت، عليك، جيت لأصيده صادني. اي نعم نعم وبعدها قرأت كتاب ريتشارد داوكنز، طبعا افكار، يعني اكتشفت يعني بان الدين هو وراثة وليس يعني قناعة. اكتشفت بأن يعني الخليقة أو خلق الكون أو من أين أتى الكون لا يعني بالضرورة أن الإله الإبراهيم هو الإله الذي يفرح عندما نفعل أشياء، الإله الذي يحزن ويغضب من أشياء أخرى. يعني اكتشفت أن الخالق مثل الربوبيون، يعني خلق الربوبيون لا يعني هسه مثل المغالطة اللي دائما يطرحها علينا اخواننا المؤمنين، يقولون بان انتون فلو وانتون فلو، يعني حتى منهم اسمع من يقول لك انتون فلو فيلسوف صار مسلم. يعني هذا هزل مع احترامي. لو حتى لو صار مسلم انتون فلو، يعني ما يعطي للسؤال جواب، من اين اتى الله؟ يعني من اين يفسر هذا الكيان المعقد نسميه الله؟ هو انتون يعني بصريح العباره اتذكر كلمه قالها الاستاذ بسام، يقول ان انتون فلو لا يؤمن بالإله الإبراهيمي، بل يعتبر، يعني حتى وصف الإله إبراهيم بأنه الطاغية الشرقي صدام حسين كوني. إي نعم، القصة بدأت من هنا، التشكيك. قرأت في الفلسفة، خاصة فلسفة فريدريش نيتشه الفيلسوف الألماني، يعني اكتشفت يعني أنا صراحة، يعني بعض الملحدين يبدون يعني مثل الحجر الأول، يعني ولا من الحجر الأول من الأديان، أفكار يعني يشكون بأشياء مثل ما نقول بالدين وليس بالآلهة. أنا لا، أنا شكيت بالإله من الأساس، الفكرة من الأساس، يعني وراها يعني الدين مثل ما نقول صار زلاطة، يعني الشيء يعني سخيف صراحة، جهل الدين. مارك توين يقول يعني الدين هو عجز البشرية عن التفاعل مع الأحداث. يعني الدين هسه الإله الإبراهيمي، نتكلم عن الإله الإبراهيمي، رجال الدين يحاولون يعطون الإله الإبراهيمي، يعطونه وظيفة، هذا يسمى إله الفراغات، تكلم عنه عدة من المفكرين. يعني شوف، يعني قبل، يعني قبل الإله الإبراهيمي كان يعني يأتي من الشرق، من الشمس، من المغرب، ومن هالأشياء مثل ما قلت، يسخر الرياح، ينزل المطر. العلم يعني سلب هذه الوظائف من الإله الإبراهيمي، يعني كل يوم يعني العلم يسلب هذه الوظائف من، ويتم يعني هنا الرجال الدين يحاولون يعطون وظيفة لهذا الإله، وهذا يسميه بالعلم بإله الفراغات. إله الفراغات يعني لن ينفع ديننا بأي شيء، لن ينفع الدين بأي شيء، يعني فقط يأخذ الفراغات العلمية لحشر هذا الإله كالبصل، مثل ما يقول في المثل الدارج. بكل تأكيد بكل تأكيد. في عندي سؤال هون، يعني هناك الكثير من الجوانب والنواحي التي يمكننا تقييم صحة الأديان من خلالها. طيب لو أردنا الآن أن نطلب منك تقييم الأديان من الناحية العلمية، فكيف تقيمها؟ صراحة أستاذ جان، العلم لا يكترث لما يقوله الدين، لا يهتم بالآراء الدينية إطلاقا. قبل لا يعني أدخل بمسألة الأديان، خلي يعني أريد أشرح يعني شلون، ليش تركت الدين؟ في البداية تركت فكرة الإله، يعني شكيت بها، الإله ليس الخالق، والمغالطات المنطقية إلى آخره. أبدأ هنا بمقولة فيلسوف ألماني يقول نيتشه، يقول
لا أستطيع الإيمان بإله يريد الثناء عليه طوال الوقت. الإله الإبراهيمي إله نرجسي، يعني يريد تمجيد نفسه أكثر من صدام حسين والقذافي، مثل ما قالها ريتشارد داوكنز. يعني بالتأكيد الإله نعم ببساطة، يعني هذا الكلام نشي ما يعني يعني هو أنه عاجز عن الطاعة وعاجز عن عبادة الإله، لا، يعني بكل بساطة أنه يرفض الخضوع والطاعة. نعرف أن الطاعة معناها إلغاء العقل. السبب له طبعا الترك للدين، هو فكرة الدين أنه هو فكرة سلطوية للسيطرة على العقول. يعني الدين يوصف لك عذاب القبر واليوم القيامة، يعني احنا يعني هاي فكرة سلطوية، وانا ارفض هذه الفكرة واتحثها بكل مصداقية. الدين فكرة ذكية جدا للسيطرة على عقول الناس البسطاء. انا ارفض ان اكون من القطيع، مع احترامي، يعني السمك الميت هو الوحيد الذي يجري مع التيار. هي قصة الثعبان الأقرع، عن الثعبان الأقرع والعذاب وعذاب القبر. هذه فكرة سلطوية طبعا تغلق، يعني من خلال يعني تقدر تغلق العقل مدخل الواحد يشكك. يعني حتى موجود مثل الدين الإسلامي، الديانة الإبراهيمية، نجد في الدين الإسلامي في القرآن، يعني يمنع من، يعني لا تسأل، تبدو أشياء لا يعني لا تسأل عن أشياء، يعني موجودة آية في القرآن يعني يمنع يعني من التشكيك. اي تفضل كمل خذ راحتك. أنا هنا مثل ما يقول لك، يعني أنا يعني ضد هذه الفكرة السلطوية. يعني مسألة انه الثعبان الأقرع ولا الثعبان بشعر، يعني انا كمان اقرعها. يعني نعم. مثل لما كنا اطفال مثلا اهالينا يخوفونا بالغولة، نعم، شيء يعني غير منطقي بالأساس. صراحة يعني الدين لا زال مستمر، يعني يخلي المؤمن بالأديان. يعني يقول لك يا مثل أسأل المؤمن، أقول يعني لماذا تؤمن بالأديان؟ أقول أنا أخاف من عذاب يوم القيامة، أخاف من يعني فكرة سلطوية مثل ما قلت لك. هذا السبب. السبب الثاني، واكو مقولة طبعا يقول ما يميز الحر عن العبد هو ان الحر يدافع عن الفكرة مهما كان قائلها، اما العبد يدافع عن الشخص مهما كانت فكرته. طبعا هاي مقولة مثل دال. السبب الثاني اكتشفت مسبقا، يعني مسبقا اريد اقولها مسبقا، نعم، الدين ليس قناعة فكرية، بل الدين هو وراثة تلقينية، يعني ليس بحث علمي، وراثة تلقينية يعني نرضعها منذ مراحل الطفولة. فيروس فكري، إذا جاز التعبير أن أقول فيروس فكري، نعم، ينتقل من أجدادنا وآبائنا والأبناء ويصيب الأطفال جيل بعد جيل. طبعا بالتأكيد لو ولدت في عائلة مثلا تقدس البقر مثلا، رحت يعني تكون مقدس. لو ولدت من عائله مسيحيه مثلا في احد الولايات الجنوبيه بامريكا، ستكون اكيد من الديانه المسيحيه، لا تكون مسلم. لو ولدت في السعوديه طبعا تكون مسلم. الدين يعني وراثه ومصادفه جغرافيه. لو يعني ولد الانسان، يعني كنت اكرر الكلمه دائما، الحمد لله على نعمه الاسلام، لا اعرف على ماذا احمد. الحمد لله. أو المسيح يقول إنه مخلصناه المسيح والأشياء، بسبب الخطايا التي ارتكبها آدم وحواء في بدء الخليقة. والصراحة لا وجود لأي دليل على وجود آدم وحواء، وكنا نعرف إن تشارلز داروين نفى هذه الفكرة أساساً. يعني معك حق، يعني انه اليوم بيقولوا لك والله آدم وحواء والتفاحة. طيب يعني ممكن نحكي، كل البشر ممكن يحكوا كثير، بس أعطيني دليل. أين الدليل؟ ما في دليل. المشكلة بالديانات كلها، يعني نعم، وقت الإنسان ما عنده الأدوات التحليل الطبيعة، ففكرة الدين كانت نتيجة حتمية، خلينا نقول، لتطور الدماغ البشري.
بس في العصر الحالي يعني انتهى الموضوع، انتهى، صار في وقت، صرنا في عصر الأدلة. نعم، صراحة يعني الأديان، خاصة الأديان الإبراهيمية، يعني ما ترهم العصر، في عصر 21 يعني أكو أشياء يعني أخطاء بها جسيمة، مثل ما يقول هسه، مثل أقول لك هذا السبب الثالث اللي خلاني أترك الأديان، مو فكرة الإله، إن أخطاء عظيمة بالدين وفظيع. العلم فند هذه الأخطاء وأعلن بطلانها، وخصوصا بالأديان الإبراهيم والإسلام، لأن من عائلة مسلمة سابقا. بالقرآن يعني أخطاء يعني مستحيل تتفق مع العلم، مستحيل. يعني اللي يسلم بهذه الأفكار إلا البسطاء والبدائيين اللي عاشوا بالعصر الفكتوريا والعصور الوسطى، ذول يصدقون بهذا. مثلا القرآن الكريم يقول إن الكون خلق في 6 أيام. أسأل الشيخ، قلت له شلون خلق في 6 أيام؟ على أساس يعني يكحلها حمارة. قال لي بصورة النحل، هي صحيح موجودة، يقول لي كل اليوم عند الله يعادل 1000، مقدار 1000 سنة، صار 6000 سنة. عمر الكون ليس 6000 سنة ولا بطيخ، عمر الكون 14 مليار سنة وربع، و7 بوينت 7 طبعا. مثل الأرض مسطحة يقول، والشمس هي التي تدور. شفت الفيديو للشيخ، شفته، لكن كلنا شفنا الفيديو المقطع للأسف. شفت الفيديو للشيخ الفوزان، عضو هيئة الإفتاء السعودية، عضو يعني، وفوقهم سمينا من العلماء، يعني يقول بأن الأرض، بأن الشمس هي التي تدور حول الأرض وليس العكس. ويستند على كلام، يعني كلام كلام براء للأسف. سلام يعني محل، يعني هذا أرتقى أستاذ جان، يعني العلم فند هذه الأشياء. مثلا هسه أعطيك مثال آخر، الحديث عن طوفان نوح، يعني عقلان أنت تصور، عقلان سفينة، يعني سفينة خشبية، ما يعني مصر طولها أكثر من 400 متر، يعني كل الحيوانات الجمعها بالعالم، راح البطاريق، راح الزرافات. انا شفت، مصدق استاذ جوجو، يعني الديناصورات انقرضت لان سفينه نوح يعني ما استوعبتهم. عافي النبي نوح واستوعب، يا اخي ما اعرف شو اقول لك. ايوه، فكرة هو مضحكة يعني، فكرة سفينة نوح مضحكة يعني، مثلا حيوانات كتير المشكلة غير موجودة نعم. في الشرق الأوسط، يعني هي الديانات الإبراهيمية كان الشرق الأوسط، يعني مثلا الكنغر، ولا حيوانات كتيرة يعني موجودة حاليا، بس يعني واحد يتصور كل هالكم الحيوانات، شو السفينة اللي بدها تحملها، وحتى كان جوز يعني من كل نوع، يعني شيء مضحك للأسف. أنا ما أعرف صراحة، هي سفينة نوح لا قراج النهضة، يعني لا أدري شلون ذولا، شلون يوكلهم بالعهد القديم 40 يوم، شلون يوكلهم، شلون يعني قلنا صاروا كلهم نباتيين. والمشكلة لا يوجد أي دليل جيولوجي يثبت أن هنالك طوفان عظيم. بعضهم شو يقول لك؟ يقول لك بأن سفينة نوح بمنطقة محددة، سفينة نوح بمنطقة محددة. صراحة القرآن ينفي هذا الفكر أساسا، يعني يقول إن البشرية من نسل نوح. والأعظم، المشكلة العظم، يقول لك المشكلة الأعظم، يعني يقولون الله رحيم، الله شلون رحيم؟ يعني آلاف القرى والمدن والأطفال والشيوخ كلهم، يعني العاقل يعني هذا مو يعني مفعل واحد عاقل، المجنون ما يسوي شيء، مو اترك المسألة مال سفينتنا. إذا في عندك أسباب تانية تضيفها كمان؟ نعم، مثل التكوين الجنيني بالإنسان، قلت أنا والدي طبيب، يعني أسأله مرات هاي الأسئلة، هو مسلم معتدل، أسأله الأسئلة مال التكوين، يعني مثل ما يقول يشعر بالخجل. يعني أقول له شلون يعني القرآن يقول لك العظام قبل اللحم، قبل، هو في الواقع تكون في نفس الوقت. ايوه، وكل التصورات البدائية، ويعني تصورات مثل ما نقول مخجلة، يعني الناس الإنسان يصدق بها.
أو مثل يقول لك النجوم مصابيح للزينة. بس هاي يعني شيء ما مهم. صراحة ما أقدر أخون عقلي هنا، أفصل نفصل القلب عن العقل. يعني يعني ناهيك عن أقوال، ناهيك عن أقوال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول إن الأمراض لا تعدي، وإن الحمى يعني من فحيح النار، والبول البعير هو دواء. يعني أي هرطقة. شيء مضحك للأسف، يعني إنه يكون البول هو دواء وصادر من قدوة لأمة كاملة، يعني أمة كاملة تقتدي بهذا الشخص وهو يعتقد إنه البول هو شفاء لأي داء كان، يعني نعم ويعني هذا هراء هراء لا ليس بعده هراء يعني. المشكلة أستاذ جان، مش المشكلة وين المشكلة. أنا قرأت بالأسفار اليهود أو التكوين أو العهد القديم، قرأت تكوين بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني كوبي بيست، مسوي من العهد القاخذ قصص بس مطيها كوبي بيست حاطها بالقرآن، مثل قصة نوح قلت لك، عاد وثمود كلها من أخذها من العهد القديم. طبعا أنا أقول صلى الله عليه وسلم مشاعر المسلمين، يا صراحة نقول لك على المشاعر، أنا أحترم أي إنسان صراحة، أي أنا إنسان أعتقد أي إنه أي. هل مثل ما بيقولوا يعني توريث المصطلحات، يعني حتى أنا مرات بقول الحمد لله مثلا لله، يعني هل المصطلحات هي دراسة أخذناها فصارت دارجة عنا؟ طبعا نعم المصطلحات، لا صراحة أنا متوقف أنا، بس يعني دا أقول لك هيك، يعني حتى ما يعتقد بأن المسلم هو يعتبر نفسه عرق، أو المسلم ليس عرق. يعني هي الإسلام هو مجموعة أفكار، والحق الإنسان أن ينتقدها، ويعني حق الإنسان يعرضها تحت البحث العلمي. يعني نعم أنا مرات بس يعني مثل الحمد لله لا تخليت عليه. يعني يعني صدق، يعني لو الله استجاب الدعاء، أنا صدق استاذ جون، لو الله استجاب كان هسه يعني اسرائيل كلها يعني كلها ميت، البشر كان قرضه، هو اللي واحد يدعى الله. نعم صحيح. يعني انا بالنسبه لي انا ولدت بعائله متدينه، يعني انا ابوي كان شيخ، فكلمه الحمد لله خصوصا مثلا بعد ما تخلص طعامك ولا في كل اشياء الحياه، يعني لما تسال مسلم كيفك بقول لك الحمد لله، لما تخلص طعامك لازم تقول الحمد لله، لما تبلش لازم تقول بسم الله، يعني هذا الاله لازم يكون موجود في كل شيء في ادق تفاصيل حياتك. نعم استاذ جان، أصبحت يعني مصطلحات يومية بدون ما نشعر فيها. نعم استاذ جان، يعني قلت لك يعني الاله الابراهيمي يريد تمجيد نفسه اكثر من الغذاث وصدام حسين. قلت لك يعني او انا اعتقد انه هناك وسواس قهري عند المسلمين، الوضوء يعني حتى يعني شلون يسلمون، شلون يعني شغلات تافهة صراحة. بكل تأكيد بكل تأكيد. طيب ياسر، يعني خلينا أظن السؤال الثاني جاوبنا عليك، يعني إنه صحة تقييم الأديان من الناحية العلمية. نعم يعني في السؤال الثالث عندي هون، نحن بنعرف إنه العلم عم يدق مسامير جديدة في نعوش الآلهة كل يوم، هل تعتقد أن العلم سيصل في يوم من الأيام إلى دفن الآلهة والأديان؟ وإذا كنت تعتقد ذلك فمتى يكون ذلك؟ نعم صراحة وظيفة رجال الدين عطاء لله وظيفة، حتى يعني العلماء سواء سموه يعني إله الفراغات، ما أعتقد يعني حتى لو اكتشفنا هنالك يعني كيف وجد الكون، راح يظلون يؤمنون بهالفكرة، حاجة عميقة بالإيمان. لا ما أعتقد يعني، ولا حبيت المصطلح نعوش، نطرق مسامير في نعوش الآلهة، يعني لازم نحدد هنا الآلهة الغيبية والآلهة الإبراهيمية، الآلهة التي تهتم لتصرفات البشر، يعني حتى مثل يعني لازم نفصل بين الإله الربوبي والإله الإبراهيمي. نعم العلم
يتجاهل الآلهة الغيبية. نعم أستاذ. طبعا من بين اهم المسامير، يعني بس دقيقه شوي انا اسوي الشاشه، لانه من بين اهم المسامير اللي دقها العلم في نعوش الالهه هي نظريه التطور، التي تدحض كل اكاذيب الاديان التي تقول ان الانسان قد خلق من طين على هيئته الحاليه. ويحاول كل رجال الدين جاهدين في الشرق والغرب، مسلمين ومسيحيين وغيرهم، أن يوهموا العالم بأن نظرية التطور كاذبة، وذلك عن طريق نشر المفاهيم الخاطئة عن هذه النظرية، كالقول أن الإنسان كان قرد، وأين اختفت الأنواع الوسيطة بين الإنسان والقرد؟ وتجد كل المؤمنين حتى الأطباء منهم جاهلين جهل تام بهذه النظرية، وعندما تناقشهم يبدأون بشتمك بالقول أنت قرد وأبوك قرد وجدك قرد، يعني لا يعرفون سوى لغة الشر. طبعا بكل تأكيد إن إحنا متعودين على هذا الشيء خصوصا من المسلمين. أول حاجة، كيف ترد على هذه الادعاءات السخيفة من رجال الدين، وماذا تنصح المؤمنين يكذبون التطور؟ نعم أستاذ، ذكرتني يعني مدرس مادة الأحياء، يعني سألته، يعني قلت له يعني التطور حقيقة؟ يعني قال لي يعني اللوبيد، يعني هذا الفصل، فصل التطور عندنا بالأحياء، يعني اللوبيد كان يعني شلته من مادة الأحياء أساسا. طبعا وهو نظرية، مدرس الأحياء. نعم هيك قال لي صراحة، ونظرية التطور صراحة مو كل واحد يفتهم. هاي مقولة لريتشارد داونز، يقول ليس أي واحد يفهم نظرية التطور. نعم بس دقيقة تسمعني؟ ألو. سمعانك، تفضل كمل. نعم يا أستاذ جون، العوام من الناس لا يعرفون أي شيء عن نظرية التطور، سوى أن الإنسان أصله غرد فقط، هاي لا يعرفون يعني الانتخاب الطبيعي، التوزيع الجغرافي، الأدلة الموجودة على التطور. هناك ملايين أو ملايين ملايين الأدلة على التطور، مثل أعطيك مثال الحفريات، هذا أقوى دليل. الحفريات يعني موجودة هسه بالمتاحف، يعني أكو هياكل عظمية، أو يعني الإنسان القديم مثل ما تنبأ تشارلز داروين. الدليل الثاني العلم، علم الأجنة المقارن يقارن بين الجنين يعني الثدييات والزواحف، يعني كلها مرتبطة من أصل واحد. أو مثلا علم التوزيع الجغرافي، يعني في كل منطقة يعني نشاهد يعني تكيفات للكائنات الحية. أنا لست متخصص طبعا بالتطور، بس يعني فهم مبسط لهذا، وأدلة يعني كثيرة مثل بحوث الجينوم البشري، يعني رسموا العلماء حاليا خارطة عظيمة للجينوم البشري، يعني بالمقارنة بالدي ان اي مع الشمبانزي والإنسان، يعني صفات متقاربة جدا. أنا هنا أريد أقول بأن أنا يعني لم ألحد بسبب نظرية التطور، بس نظرية التطور نظرية. المشكلة يعني المسلمين لا يفهمون معنى التطور ومعنى النظرية. صراحة التطور حقيقة موجود، هذا تشارلز داروين أو معظم علماء يتفقون على أن التطور يعني النظرية جاءت لتفسير هذه الحقيقة. في مقولة لريتشارد داوينز يقول التطور نظرية والجاذبية نظرية، لا أراك تقفز بين أسطح البنايات. المشكلة نظرية التطور الإنسان ما يقدر يستوعبها، لأن تحتاج إلى زمن هائل استخدام، يعني بشكل بطيء جدا. من أعظم المشاكل شفتها يعني الدكتور عدنان إبراهيم يقول، يعني ينسب التطور، يقول لا اشكال بان الله يريد تطور الانواع. يعني تصور يعني نسبه التطور الى القران، في فيديو الاستاذ عدنان ابراهيم.
صراحة يعني هذا هزل. يعني أنا أعتقد الشيخ عدنان إبراهيم يلعب على كل الحبال، يعني مرة بيقول لك نظرية التطور صح، مرة يعني شخص بعثر مثل ما بيقول. نعم الأستاذ جون، المسلم ازدواجي الشخصية، لديه عقل باطن وعقل ظاهر. العقل الباطن هو إسلامي، يعني في منشأ إسلامي بدوي. العقل الظاهر يعني علماني، مثل ما يقول يتقبل الآراء العلمية. صراحة أنا اللي معجبني بهالشيء الازدواجية الموجودة في المسلم، يعني بدوي في يعني منشأة وتقاليد. يعني معظم المسلمين لا يعني يقول بأن التطور مجرد نظرية، ولا يفرقون بين مثل ما قلنا النظرية والفرضية. نعم يعني أنا باعتقادي إنه أهم الأدلة على نظرية التطور، يعني ممكن كل إنسان على وجه المعمورة هاي بيلاحظها، مو يوميا بس أكيد مر عليه بالسنة مرة. يعني لما الإنسان بينصاب بالفلو إنفلونزا، يعني يقول الأدوية القائمة اللي تعالج إنفلونزا هي قائمة على أساس نظرية التطور، لأنه الجرثوم اللي تسبب إنفلونزا على في تطور دائم خلال أيام. يعني اتفضل. نعم استاذ جان، نعم في تجربة العلماء يعني البكتيريا، يعني كلما يعني البكتيريا، شو الأفكار راحت من بالي. ولا يهمك، خذ راحتك، خذ راحتك ولا يهمك. يعني كنت عم بقول انه يوميا هو عملية البكتيريا عم تتطور. يعني مسألة انه الحيوانات الكبيرة امثالنا، يعني امثال الاحياء الكبيرة بتتطور مثلا عبر ملايين السنين، بس البكتيريا الصغيرة والمسببة للامراض وغير المسببة للامراض هي في حالة تطور دائم، وتطورها لا يتجاوز أيام، يعني في خلال أيام تتطور بسرعة هائلة. نعم استاذ جون، هي التطور يحصل بالطفره النافعه والطفره الصالحه، مثل المصطلح الدارويني. الطفره النافعه يعني من بين بلايين التي تحصل مره واحده طفره نافعه. انا صراحه لم اسمعك جيدا، صوتي قطع كان. لا أنا كنت عم بقول إنه البكتيريا يعني تطورها كتير سهل، تطورها شبه يومي، يعني أو إنه محتاجة لملايين السنين كما الأحياء الكبيرة مثلا، مثل الأجساد الكبيرة خلينا نقول، مثل الفيل ولا نحن ولا بقية الحيوانات. يعني البكتيريا كتير دقيقة وكتير صغيرة، فتطورها لا يحتاج لسنوات طويلة. اي نعم، انا اريد اضيف استاذ من الادله الاعضاء الاثريه. هسه مثل في الانسان الزائده الدوديه او الزائده الدوديه او ضرس الاسنان لا فائده منه صراحه، الزائده الدوديه لا فائده منه. او مثل الجناح الاثري للطائر الكيوي، جناح طائر الكيوي لديه جناح اثري لا يستعمله للطيران. يعني هل الله عبثا خلق طائر الكيوي؟ أو بعض الحيوانات بين لديها أعين، نعم لديها أعين لكنها مقطعة تماما بالجلد. الحديث البكتيريا، نعم المضادات الحيوية أو مثل تعريض البكتيريا المضادات، يعني تتطور البكتيريا مثل أو مرض السرطان. مرض السرطان لا يمكن علاجه لأن يتطور دائما، مثل اللي يعالجونه بعلاج محدد يكيف نفسه على ان يتطور بالشكل، يعني بشكل او مثل ما نقول بشكل اخر. نعم استاذ. طيب طبعا يعني ما زلنا في الحديث عن نظرية التطور، ومن بعض الطرق نقدها أن تجد بعض رجال الدين يقولون أن هذه مجرد نظرية ولا ترقى لمستوى الحقيقة العلمية، ويمكن لأي شخص طبعا أن يضع نظرية. كيف ترد على هؤلاء المهرجين بصراحة من رجال الدين الذين ينشرون الجهل؟ يعني يقول لك والله
يعني انت اظن جاوبت على جزء من جزء من السؤال، يعني بقول لك نظريه يعني طبعا، والجاذبيه نظريه، كيف ترد على هالشيوخ هذول؟ بهاليل انا بسميهم. نعم أستاذ جان، هسه مثلا جريمة تمام صحيح أو لا يمكن يعني لا نستطيع أن نشاهدها، يعني عمر الإنسان محدد. جريمة هناك أدلة، هناك فينجر برينت، هناك آثار أقدام، هناك آثار أصابع. يعني التطور نفس الشيء، العلماء يأخذون من الأدلة. المشكلة تجال الدين يرفضون التطور لأن لا يعرفون بأن فقط أن الإنسان أصله قرد، والإنسان ليس أصله قرد، بأن هو فرع من القرود، فرع مثل الأولاد عموما كما قالها تشارلز داروين. نعم بالنسبة لمسألة الإعجاز العلمي، يعني في صرعوا راسنا بالإعجاز العلمي أنا يعني كثير منا بسميه الإزعاج العلمي، يعني نعم صحيح زعاد. بدنا منك هيك يعني تفند لنا كم آية يعني، أو آية آيتين ثلاثة حسب ما بترغب، يعني حسب ما بيخطر على بالك حاليا، يعني من الإعجازات الخرافية هاي. مثلا مرج البحرين يلتقيان، صراحة لا إعجاز علمي ولا هم يحزنون، يعني هاي الظاهرة نقدر نشوفها، لا تحتاج إلى وحي ولا شيء. يعني صراحة يعني احنا من نتكلم القرآن هو كتاب، يعني كتاب ليس كتاب فيزياء ولا كتاب كيمياء. عجز المسلمين عن مقارعة الغرب والتطور في الدول الغربية صراحة يعني ولد لعندهم وسواس قهري مثل ما نقول. هذه يعني لا يعني هذا السؤال صراحة ما راح أجاوبك عليه، بكل يعني تأكيد ما يستحق أستاذ جان. أي صحيح، إعجاز علمي، أي إعجاز علمي. الشمس تغيب في عين حمئة وقصص ال أنا نعم أنا قلت لك إن أخطاء فظيعة وشنيعة، أي إعجاز يتكلمون عنه؟ صحيح صحيح مثل الأستاذ زغلول النجار يقول بعض الشركات السويسرية تستخدم بول البعير في إنتاج أفضل الأدوية، هذه مقولة موجودة عنده. لا حيف لا حيف. طبعا الفرق بين العلم والدين، العلم يعني يبدأ على مبدأ تشكيكي، يعني يطرح فرضية ثم بعد ذلك يعرض الفرضية للنقد والأسئلة. يعني التشكيك بالعلم هو فضيلة، أما التشكيك في الدين هو خطيئة. نعم صحيح. أب يعني العلم يعني صراحة يعني العلم لا يعرف، يعني لا يعرف كل شيء العلم. الدين أنا أقول الدين لا يعرف أي شيء، أي شيء لا يعرف. والفراغات الموجودة بالعلم يحشر العلماء إلى الله الإبراهيمي في هذه الفراغات. يعني أنا بتحفظ على كلمة أستاذ بهلول زغلول النجار، هو المفروض يكون اسمه بهلول النجار، يعني لا أظن يستحق اسم أستاذ، هو مضلل للناس، هو مجرم بحق المجتمع يعني بصراحة، يعني أنا أعتبره مجرم ليس أكثر من مجرم، يعني سعر صراحة قدام حسين بسعر كل هالناس اللي أجرمت بحق المجتمعات. طيب في عندي سؤال، يعني أنت كملحد وكمجاهر نعم شو بتقول للناس اللي مستحيين يجاهروا أو خايفين يجاهروا؟ يعني بصراحة نحن بدنا عدد أكبر من المجاهرين حتى نثبت وجودنا في هذا المجتمع، إنه نحن موجودين، نحن لازم نتخطى يعني زمن الانحطاط اللي ورثونا إياه أهالينا. فشو عندك تقول للملحدين اللي هن ملحدين بس خايفين يأجهروا بإلحادهم؟ تفضل. نعم إذا كان هناك خطر يعني على حياتهم من حقهم صراحة. يعني يعني الدين، يعني إذا واحد يعني جهر يعني العائلة راح تنبذ والأصدقاء راح يتركوه، مثل ما حدث معي أنا، يعني الأصدقاء يتركوني والعائلة. في علم الاجتماع اكو قانون موجود اسمه قانون الكتلة الحرجة،
كلما زاد عدد المجاميع مثليين جنسيا، كلما سهل على الآخرين الانضمام إلى المجموعة. يعني في أمريكا مثلا المثليين الجنسيين يعني كانت مجموعات قليلة، يعني دائما ينبذوهم صراحة، لكن من المجموعات صارت كثيرة، صار لها ضجة إعلامية لا يستطيع أن يتجاهلها أحد. وهذه هي فكرتنا. يعني اليوم نحن ما عم نقول للإنسان الخايف، مثلا الخايف يكون بين داعش يجي يقول والله أنا ملحد، لا ما قصدنا هيك. يعني قصدنا إنه يكون خايف من أهله ومن شيء، يحاول يتجرأ ويحكي، لأنه احتمال كبير حتى مثلا أخوك أو أبوك حتى يكون هو ملحد يعني، بس ويكون في نفس وضعك خايف يجاهر، يعني خايف يطالع بأفكاره. يعني ممكن كثير اثنين أصدقاء بيروحوا على الجامع وبيصلوا بالجامع تمثيل وهن ما بيعرفوا انهم اثنين ملحدين. شو رأيك انت؟ صراحة أنا كنت ملحد ويعني أروح للجامع صراحة. الوالد أنا ملحد وأروح، أنا أقول له أنا ملحد قدامي. يعني الشخص من يعني يترك، ما يجاهر مثل ما يقول، أو ما يقول بالحادة الأشخاص، راح يعني يتهمش، يعني راح يعيش بعالم مزيف ليس عالم الذي يريده. صحيح صحيح. طيب عندي سؤال أخير، يعني كمان طول عليك كمان، لا وبما لا بعرف عادي. نعم. يعني السؤال الأخير، كيف ترى مستقبل الملحدين في الشرق الأوسط؟ يعني شوف شو النظرة المستقبلية للملحدين في الشرق الأوسط اللي انت بتشوفها؟ تفضل. طبعا نظرة إيجابية عندي ونظرة سلبية. النظرة الإيجابية يعني إذا المجتمع ينظر للملحد بأنه يعني إنسان له حريات وحقوق، يعني من نظرة أو تنظر إليه من نظرة دولة مدنية. أما إذا دولة دينية لا، بالتأكيد راح يهمش، وكما فعل في رائف بدوي معظم الملحدين. يعني هل تعتقد انه مثلا بالسنوات العشر القادمة مثلا راح يكون لنا صوت مسموع بالشرق الاوسط، مثلا مثل تجمعات ملحدين كمؤسسات او شيء من هذا القبيل؟ نعم أستاذ جون، بوجود أمثالك صراحة راح أتمنى المستقبل جيد للملحدين في الشرق الأوسط، تسلم ما تسلم يا سيدي، مجاهرين. تسلم يا سيدي، وشكرا كثير على تلبيتك الدعوة، وممنونك كثير. ونحن أنا بتوجه للجمهور، جمهور برنامجنا، يعني شكرا كثير لكم كمان، وشكرا للأخ ياسر. شكرا شكرا، وأعتذر طبعا الحلقة كانت غير منظمة، يعني ولا جيت يهمك، بشكل يعني نحن مبتدئين على كل حال، يعني حتى أنا يعني مبتدئين، فبتمنى إنه جمهورنا يراعي المسألة هاي فينا، إنه مبتدئين ومنا مختصين، منا دارسين جامعات الإعلام والمسائل هاي، بس نحن في عنا شيء عم نحاول نقوله. يعني نحن ما عم نحكي عن عبث، نحن شفنا الآلام اللي عم تعدي فيها مجتمعاتنا، شفنا القهر، شفنا الموت، شفنا الجوع، شفنا المرض، شفنا الجهل، لذلك عم نحكي، يعني من حرقة قلبنا عم نحكي، ما عم نحكي والله لأنه جايين عم نلعب، لا هذا بعيد عن الواقع. يعني شكرا أستاذ جون، تحياتي لك. شكرا أستاذ جون، تحياتي لك والمتابعين برنامجك الرائع. شكرا كثير لك يا أخي ياسر، وشكرا لكم أعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقات قادمة أكيد قريبا. شكرا لكم، إلى اللقاء.